السلام عليكم الاخوان الزوار قناه الدماري في الموقع العالمي اليوتيوب. نتواجد اليوم على المدرسه نتفاقيشت امشي نومي توقع قناه تفاقيشت يدور قناه مجموعه مدارس ابو القاسم الشابي ابو القاسم الشابي التشاعر التونسي، في حين انه معلي كيفاس كيني اسم المزيغ حسن مثل المنطقه كان عليهم يريكينا سبع مجموعه مدارس الشيخ زاريو، يعني مجموعه مدارس شان الجنزي القبيله، يعني شان مثلا القبيله شان يجزي المقاومه. المهم الاغلبيه المواطنين الساكنين المنطقه مارسن الى قانس تفاقيشت اسكواسني الزغاث كوا 2021 كي نضرو الاطفال اجي نحاش تصبح انت، ولكن يتمنيت بانه روض الاطفال يقج المضاشير اذي زدغن امحضان مزيان، يعني الروض اتصم شان إذي جين روض الأطفال شنو نيتا والخدمة يمكن مازال عاد واه تكمل. أغلبية إن التسيدات ذاني تاغي غرين لي تفاقيشت أصلا خدمة عدا نيتا مازال عاد واه تكمل في روض الأطفال. قوم ثم فاقشت من التيري ذو ندنسشن الإخوان فكرة كريم الأخ كريم باش وقت ذي هكين رخو قيت راجع إذن نضطو غنغذي قورقون هارق غنغذي جبل بني سيدال وندنسشن شوية إيموشيني غنغذي نيتا ذي جبل بني سيدال تاني تا أوميقان تفاقيشت خو هذول قانس مجموعة مدارس أبو القاسم الشابي. المشكل اللي غاسن داني تا وهو من الواد الحار قوم الأقسام غادي تبان السنة تعاود المختار بنت الله الحاج المختار بنت الله تاقينا نغجن باش انا فاز نقد التغطية باش نشتن من يقير محسن الحاج المختار بنت الله كور ما نقراس نجمان غنقد التغطية غنسول الاقسام اني ويبنى ذيني الحاج المختار بنت الله تاقين مع الاسف الشديد قوم الاخوان من التيري مجموعات مدارس ابو القاسم الشاب ونيتا يمكن ظل المطعم ونيتا يا وانا اواني الصعره ونيتا من الجواث ويا تغذي من المطعم التزكوامي خو يمكن تدور شن بنايه يعني خابر. المشكل اللي غاسن نيتا هو الوضع الحار يعني بوخرارو في سافين فيضنت ومن بعد السفوغ نتسنج اثمواث وثاني تا يعني شويتوها تصرف غير لائق من طرف المسؤولين على مجموعة مدارس أبو القاسم الشاب. أقوم من الطنوات من الطناف راه يمحضا من الزبالة الزاتي المدرسة المهم الشنس شناون دقن غعاد نطنض يتفاقيشت يدور نقانس مجموعة مدارس أبو القاسم الشابي باش دو مني غتو غنخزن فضي المجموعة باش هاد مكيش التغطية الأقسام مني غيدعذر الحاج المختار بنت الله غيعذر اسن
الجديد يكس المفكك يبنى وين المجسق الحجر مختار بنت اللعب باش تفذ وني خصن اسن شنو ديك تفذ دي عزوم هذه قادر مجموعات الفرعيات خاصن تل اقسام قالو ظن مهره تفذ كوري جن دي عزوم هذيك هذه يعذر الاقسام امين ديك الحجر مختار بنت الله ولكن مع الاسف الشديد المسؤولين بجموعة أبو القاسم الشاب مدارس مدرسة أبو القاسم الشاب بيتاقين نرجنا ناس ومضي نتصوى على الصوى هكي السيكو دير الملعب الهوند ما تقيس سيكوديل اي حاجة تقيس ما تسقان قنت فعالية المجتمع المدني وما نرخزها شوية تساس النج زيفور بوم يبد شد نكسي شوية تفاع قيشت ونرخزن شوية أما نتوغى ثقام أي تسيدر يدن دي الدنيا لجميع مناطق العالم التنس الملعب وين ثم جات قان التنس مخرب النيابة وزارة التربية الوطنية كان يستوجب عليها أنه ما تعذر باش هادي هي لي ما مشت تلقى سيكو دي لغاهم زوارو المهم لقاو نديج الإطلالة المدرسة ندفع قيشت يدور القانص مجموعة مدارس أبو القاسم الشاب يجن الشاعر ذو تونسي رحمه الله قاوم الأقسم أني غير حاج المختار مثل يعني يني زيزة ونسود يا دراس نزعم النمر واحد الله عليه يقلع عزن دنفس إلى ذلكم الحين ها هو عبد الصمد الصقلي يحييكم من الجبل الأخضر شكرا لكم الزوار الإخوة والأخوات تشكرك نوخ التفاعل أبوني ذي الجيمات التعليقات تشكر مرضها ونتسذر في جميع بقاع الدنيا شكرا لكم وإلى اللقاء